ونبتدي درسنا اليوم يا أبطال من خلال القيمة التربوية وهي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا تكون بنصرته، ثانيا بالاقتداء به، ثالثا بتبليغ رسالاته. هيا بنا يا أبطال نبتدي درسنا اليوم من خلال نشاط اتصل بإجابتك. من منكم يا أبطال يتصل برقم صحيح لدرسنا اليوم وهو كالتالي: أولا الآثار، ثانيا التعليم، ثالثا الصحة، رابعا الغذاء، خامسا فيه، سادسا الأمن، سابعا حرية التعبير، ثامنا اللعب، تاسعا وطني. من منكم يا أبطال يجيب ويتصل برقم الاتصال الصحيح؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. إذا أولا الآثار، أحسنتم بارك الله فيكم، خامسا في وطني. إذا عنوان درسنا اليوم الآثار في وطني، الآثار في وطني الجزء الأول. إذا يا أبطال نستنتج مما سبق أن عنوان درسنا اليوم هو الآثار في وطني الجزء الأول، الجزء الأول. إذا عنوان درسنا اليوم يا أبطال هو الآثار في وطني الجزء الأول. هيا بنا يا أبطال نتعرف على أهداف درسنا اليوم. أهداف درسنا اليوم: يتوقع من الطالب نهاية الدرس أن يكون قادرا على أولا أن يعرف الطالب مفهوم الآثار في دولة قطر تعريفا صحيحا، ثانيا أن يعدد الطالب أنواع الآثار في دولة قطر بدقة ووضوح، ثالثا أن يصنف الطالب الآثار في دولة قطر بشكل سليم. أتهيأ لدرس اليوم يا أطفال من خلال التالي: مراجعة على ما سبق دراسته، وهي درسنا في السابق يا أبطال واجبات نحو مدرستي وهي ثلاثة: أولا المحافظة على نظافة مدرستي يا أبطال، ثم المحافظة على أثاث مدرستي، ثم ثالثا احترام المعلمين وزملائي وجميع من بالمدرسة، ثم يا أبطال درسنا واجبات نحو مجتمعي وكانت كالتالي: الالتزام بقوانين المرور، ثم المحافظة أو أحافظ على عادات وتقاليد بلادي، ثالثا يا أبطال المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، ثم أخيرا وليس آخرا المشاركة في تجميل الأحياء والشوارع مع أصدقائي وزملائي. ونتعلم في درس اليوم يا أبطال من خلال الصور التالية: ما الذي نراه أمامنا؟ ما الذي نراه يا أبطال؟ هذه الصور الجميلة، ما أجملها، إنها رائعة حقا. عن أي شيء تعبر هذه الصور؟ أحسنتم، أبراج قديمة وقلاع ومساجد أيضا قديمة وبيوت. إذا يا أبطال هل شاهدت هذه المباني من قبل يا أبطال؟ في رأيك هل هذه المباني قديمة أم حديثة؟ ما الذي نطلق على هذه المباني؟ هيا بنا يا أبطال نتعرف على ذلك خلال درسنا اليوم. الآثار في وطني، أقرأ وأتعلم. في أكثر من مكان في بلادنا الحبيبة قطر ترك أجدادنا أثرا من آثارهم يدل على وجودهم أو معيشتهم في هذا المكان يا أبطال، كما نرى من خلال الصورة التي أمامنا، هي تعبر عن ذلك يا أبطال هذه الصور. الأثر القديم قد يكون قلعة بناها أجدادنا للدفاع عن البلاد، أو برجا للمراقبة كما نرى يا أبطال في قلعة زبارة والوجبة وبرج برزان، أو سوقا للشراء والبيع، أو مسجدا أو بيتا قديما كما نرى يا أبطال في سوق واقف. قد يكون هذا الأثر
هذا الأثر شيئا من ممتلكاتهم أو أدواتهم أو أسلحتهم، ثم تم العثور عليها. الأبطال كما نرى الأسلحة القديمة من سيوف ودروع وبنادق قديمة وحلي قديم، كما نرى يا أبطال في الصورة التي أمامنا تعبر عن ذلك. نستنتج مما سبق مفهوم الآثار. إذا مفهوم الآثار يا أبطال هو كل ما تركه القدماء من أبنية أو ممتلكات أو أدوات أو أسلحة. هيا بنا نختبر معلوماتنا على ما سبق يا أبطال من خلال تعريف مفهوم الآثار. تعرفنا يا أبطال أن مفهوم الآثار هو كل ما تركه القدماء من أبنية أو ممتلكات أو أدوات أو أسلحة. هيا بنا نختبر معلوماتنا على ذلك. سين، السؤال الأول: عرف مفهوم الآثار تعريفا صحيحا. من يجيب يا أبطال؟ أحسنت يا بطل، بارك الله فيك، إجابة صحيحة. هو كل ما تركه القدماء من أبنية أو ممتلكات أو أدوات أو أسلحة. إذن يا أبطال هو كل ما تركه القدماء من أبنية أو ممتلكات أو أدوات أو أسلحة. هيا بنا يا أبطال نتعرف على هدفنا الثاني لدرسنا اليوم، وهو أن يعدد الطالب أنواع الآثار في دولة قطر بدقة ووضوح. أنواع الآثار في وطننا الحبيب قطر يا أبطال، وتنقسم الآثار إلى قسمين، وهما: القسم الأول آثار ثابتة أي لا تتحرك يا أبطال، وتشمل التالي: القلاع والأبراج والأسوار والأسواق، البيوت القديمة والمساجد القديمة، وهي كما نرى في القلاع التي أمامنا والبيوت. وهنا قيمة يا أبطال نتعلمها، وهي المحافظة على آثار بلادي ونعتز بها لأنها نفخر بها، فهي ما تركه لنا أجدادنا السابقين أو السابقون يا أبطال من تراث فكري ومادي يدل على غنى وعمق الحضارة في وطننا الحبيب قطر. القسم الثاني آثار متحركة، وهي يا أبطال كما نرى أمامنا في الصورة على أي شيء تدل. أحسنتم، تدل أن هناك أدوات منزلية ثم العديد منها، وهي تشمل التالي: الأواني المنزلية الفخارية والنحاسية والأدوات المستخدمة في الحروب مثل السيوف والرماح والدروع والنقود القديمة والأختام يا أبطال. إذا القسم الثاني آثار متحركة، وهي تشمل التالي يا أبطال: قلنا الأواني المنزلية والأدوات المستخدمة في الحروب. بارك الله فيكم. هيا بنا نختبر معلوماتنا على ما سبق يا أبطال. بما تفسر عدد أنواع الآثار في دولة قطر؟ أحسنتم يا أبطال، بارك الله فيكم. أنواع الآثار في دولة قطر نوعان: النوع الأول آثار ثابتة، ثم آثار متحركة. آثار متحركة. هيا بنا يا أبطال لهدفنا الثالث لدرسنا اليوم، وهو أن يصنف الطالب الآثار في دولة قطر بدقة ووضوح. ماذا نرى من خلال الصورة التي أمامنا يا أبطال؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. ما الذي نراه؟ نرى هذه أولا في الصورة الأبراج، ثم الثانية المساجد القديمة، والثالثة ماذا تعني يا أبطال؟ أحسنتم، البيوت القديمة، والرابعة القلاع القديمة. بارك الله فيكم يا أبطال. هيا بنا يا أبطال نختبر معلوماتنا على ما سبق. السؤال الأول: أصنف ما يأتي في الجدول التالي: الأواني الفخارية، القلاع، الأبراج، المساجد القديمة،
النقود القديمة. هنا أولا آثار ثابتة، آثار متنقلة. إذن أول هذه الآثار، بارك الله فيكم يا أبطال، القلاع، ثانيا الأبراج، ثالثا المساجد القديمة. إذن أنواع الآثار الثابتة هي القلاع، الأبراج، المساجد، ثم الآثار المتنقلة أبطال، وهي أحسنتم الأواني الفخارية، ثم النقود القديمة، بارك الله فيكم. هيا بنا أبطال نراجع ما تم في درسنا اليوم. الآثار في وطن الجزء الأول، وهي كما يلي أبطال. درسنا في درسنا اليوم مفهوم الآثار، ثم درسنا يا أبطال كل ما تركه القدماء من أبنية أو ممتلكات أو أدوات أو أسلحة. ثم يا أبطال درسنا في درسنا اليوم أنواع الآثار، أنواع الآثار، وكانت آثار ثابتة ثم آثار متحركة. الغلق الختامي لدرسنا اليوم بما تفسر وضح أنواع الآثار في دولة قطر بدقة ووضوح. أنواع الآثار يا أبطال هي كالتالي: آثار ثابتة وآثار متحركة. أحسنتم، وبذلك يا أبطال نقول قد انتهينا من درسنا اليوم، مع أطيب تحياتي لكم. وفي الختام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وأمنه. إلى لقاء جديد مع أسرة الدراسات الاجتماعية.